في نتائج الشركات السعودية غير المدرجة، ارتفعت أرباح جدوى للاستثمار في العام الماضي ب 15% إلى 165 مليون ريال، وبلغت الإيرادات 320 مليون ريال بارتفاع بحوالي 13%. وأوصى مجلس إدارة شركة جدوى بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف الريال للسهم، إضافة إلى زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل سهمين. عندما نتحدث عن ارتفاع أرباح شركة استثمارية مثل جدوى، هذا يعكس النمط العام للشركات الاستثمارية في السعودية. فلنسأل أكثر حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من الرياض سيد أحمد الخطيب، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أحمد، وشكرا على حضورك في الاستوديو. مبروك النتائج، فيها ارتفاعات جيدة، وكما ذكرت شركة جدوى من الشركات الاستثمارية الكبرى في السعودية، فعندما تسجل قفزة في الأرباح في جزء منه المناخ العام وفي جزء منه المانجمنت أكيد والإدارة. فلأبدأ بسؤالك أولا عن سبب هذه الارتفاعات بالأرباح ب 15%، كيف تحققت أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا نادين، وشكرا جزيلا. الحمد لله الأرباح الشركة هي استمرار للأرباح اللي تحققها كل سنة شركة جدوى. السنة اللي فاتت نتيجة أو ترجمة للوضع الاقتصادي الممتاز في المملكة العربية السعودية، استفدنا من قطاعات عديدة، فجميع قطاعات الشركة شاركت في تحقيق أرباح قوية لتصل إيراداتنا إلى رقم قياسي بلغ 320 مليون ريال، والأرباح الصافية 165 مليون ريال. أموال الشركة ساهمت في الدخل هذا أو المحفظة الاستثمارية الخاصة بشركة جدوى، وكذلك إدارة الأصول في الشركة، حيث رمت الأصول تحت الإدارة من 11 مليار بداية السنة 2013 إلى 17 مليار، وهذا يمثل تقريبا 50% نمو، وناتج عن الأداء المتميز لمنتجات الشركة خصوصا في إدارة الصناديق والمحافظ الخاصة ذات العلاقة بالأسهم السعودية والأسهم الخليجية والعربية. كذلك الشركة الحمد لله احتلت المركز الأول في الرسوم المحصلة من عمليات الاستشارات الاندماج والاستحواذ. أستاذ أحمد، سريعا لتفسر لنا بعض الشيء القطاعات المختلفة اللي بتعمل فيها الشركة، وكيف كانت نسبة الكونتريبيوشن تبعها بالبروفيتس تبع الشركة بأرباح الشركة؟ الشركة عندها جميع الرخص من هيئة سوق المال، الحفظ والتداول وإدارة الأصول والاستشارات والترتيب. فتقريبا وهذه طبيعة بنوك الاستثمار، بتلاحظي أنه تتغير مشاركة القطاعات المختلفة بتغير الوضع الاقتصادي ما أنا في مش البلد. وين كان النمو الأكبر، يعني وين كان النشاط الأفضل هاي السنة؟ النمو الأكبر كان في قطاعين، قطاع الرسوم المحصلة من إدارة الأصول، والنمو اللي حدث في أو العائد اللي حققناه في إدارة أموال الشركة. طيب، في كمان عندكم البرايفت أكويتي، الملكية الخاصة، فيك توضعنا شوي بالصورة كيف كان، شو عملتوا؟ هل عملتوا دايفستمنت السنة تخارج أم استثمارات جديدة؟ وبرأيك شو راح يكون ترند بال 2014؟ تقريبا نهاية 2013 عملنا استحواذين، كان استحواذنا في حصة في شركة الحمادي في القطاع الصحي، وحصة في شركة الحكير في قطاع الفنادق ومرافق الترفيه. السنة اللي فاتت بنينا البايبلاين بشكل مرة ممتاز، ونتوقع إن شاء الله أننا نقفل أكثر من صفقة خلال السنة هذه. فيما يخص التخارج، إحنا مستثمرين، المستشار المالي للطرح الخاص بمجموعة عبد المحسن الحكير هو البنك الفرنسي عيناه، وأعتقد إن شاء الله أنه بنشوف أول تخارج في ما يخص محفظة جدوى في حقوق الملكية الخاصة هو في شركة عبد المحسن الحكير خلال النص الأول من السنة هذه. أستاذ أحمد، بالعودة لإدارة الأصول والاستثمارات، الصناديق اللي عندكم إياها أيضا، ذكرت أنه كان في قفزة بالأصول المدارة، بماذا تستثمرون بالدرجة الأولى؟ يعني عندما نتكلم عن asset allocation، وين كان النمو الأكبر بالاستثمار، وعلى ما تركزون؟ أعطينا فكرة عن الأوتلوك تبعكم لل 2014.
نتوقع استمرار البقاء الفائدة على مستويات منخفضة، لذلك راح يحد الموضوع هذا من عملية استقطاب الناس للاستثمارات ذات الدخل الثابت زي الودائع أو structure products. العقار شراء أرض وإعادة تخطيطها وبيعها، أعتقد أنه العقار المحلي بالذات وصل إلى أسعار مرتفعة جدا، لكن في فرصة كبيرة في التطوير العقاري، ففي نقص كبير في المنازل يقدر بتقريبا 500,000 حاجة السوق، 500,000 منزل، وهذا يندعم ب أو سيكون في دعم من الأنظمة والإجراءات والتراخيص اللي بدأت مؤسسة النقد تمنحها لشركات التمويل العقاري أو لتقديم المورجج. فنتوقع أنه في فرصة في المجال هذا. نتوقع أنه أسواق الأسهم في المنطقة بالذات المملكة العربية السعودية تستمر في النمو، بس مو بنفس الدرجة اللي مضى السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت حقق تاسي تقريبا 25.5%، السنة هذه نتوقع أنه يحقق ما بين 10 إلى 15%. نتمنى أنه أرباح الشركات ارتفع علشان تخفض شوية التقييم، لأنه PE الآن في حدوده ومكرر أرباح في حدود 17 مرة، مو غالي بس برضو يعتبر مقارنة بالسنوات اللي فاتت أعلى شوية. فلو حقق قطاعي البنوك والبتروكيماويات أرباح جيدة السنة هذه وهذا متوقع، راح ينخفض مكرر الأرباح إلى مستويات يجعل السوق جذاب للاستثمار فيه للمستقبل. أستاذ أحمد، عندي 30 ثانية، سبب إعلانكم للنتائج، هل عم بتحضروا للآي بي أو اللي صرنا بنحكي فيها فترة؟ هل رح نشوف شيء قريب لجدوى بشكل سريع جدا؟ لا يوجد نية لطرح الشركة في المدى القصير والمتوسط، إلا إذا أمرتنا هيئة سوق المال. طبعا من حق هيئة سوق المال أنها تطلب من أي شركة أنها تطرح في السوق، لكن بالنسبة لنا راح نستمر في بناء الشركة، في بناء محفظتها الاستثمارية وبناء استثماراتها. أنا أشكر حضورك معنا أستاذ أحمد الخطيب، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لجدوى الاستثمار، معك نصل إلى ختام البرنامج. مشاهدينا إلى اللقاء.